ازيكم عاملين ايه؟ انا حسام وده فيديو جديد. النهارده معانا مشكله ظهرت الفتره الاخيره في مصر. كده ايه هي بقى؟ من وقت ما ظهرت مشكله الدولار في مصر، البنوك كلها وقفت التعامل بالقروض بتاعتها بان انت تشتري حاجه بالدولار او ان انت تسحب دولار من بره مصر، الا طبعا بعض البنوك اللي كانت شغاله شويه بعد ما المشكله حصلت، زي مثلا كارت ايزي باي بتاع البريد اللي انا كنت برشحه جدا، كان شغال فتره بعد المشكله دي، بس للاسف برضه هو كمان وقف. قال لك بقى الحل الوحيد ان انت يبقى عندك حساب في البنك، ومش اي حساب عادي، لا بالعكس، حساب دولاري. فانت هتعمل ايداع بالدولار في الحساب بتاعك اللي بالدولار وتدفع بيه عادي جدا. بس هي هنا المشكله، اصلا انا هجيب دولار منين اعمل بيه ايداع في البنك اللي انا عامل فيه حساب؟ النهارده بقى جاي اقول لكم ازاي هنحل المشكله دي بطريقه بسيطه باثنين ابلكيشن بس. هنعمل ايداع في واحد منهم ونحول من واحد للتاني، للتاني اللي هو اللي هيوفر لنا الفيزا اللي احنا هنبدا نشتري بيها اي حاجه بالدولار يعني. قبل ما نبدا نشرح الطريقه بتاعتنا، لو اي حد فيكم عنده اي طريقه تانية اسهل يسيبها لنا تحت في الكومنت نستفاد بيها كلنا. الاول هنحتاج اتنين ابلكيشن، تطبيق باينانس ده وتطبيق ريدوت باي. اهو الاتنين ابلكيشن دول، تطبيق باينانس هنعمل فيه ايداع بالجنيه المصري عادي عن طريق فودافون كاش او انستا باي، اي تحويل عادي تبدا تعمل ايداع تطبيق باينانس. هوريكم ازاي هنعمل ايداع دلوقتي. هنبدا نحول الفلوس من تطبيق باينانس الى ابلكيشن ريدوت باي، هوريكم ازاي برضه هنحول الفلوس، وابلكيشن ريدوت باي هنعمل من عليه الفيزا بتاعتنا اللي هنبدا ندخلها في الموقع او هنبدا ندفع بيها عادي جدا. هي تكلفه الفيزا حاجه بسيطه، 5 دولار في الاول، هي التكلفه 10 دولار بس الموقع يديك على اول ايداع 5 دولار فري، فيعتبر تكلفه الفيزا هيبقى 5 دولار بس. اول حاجه هتعملها ان انت هتخش يا اما على البلاي ستور يا اما على الاب ستور بتاع ابل، وهنحمل برنامج باينانس. تمام، هتلاقيه موجود على الاثنين. يعني اول ما هتفتح الابلكيشن هتبقى هي دي الواجهه اللي قدامك، واجهه ما فيهاش اي حاجه. هنا التوتال بالانس، الفلوس اللي كلها اللي معاك، تمام، اللي انت عملت لها ايداع قبل كده. تمام، واحنا مش هنحتاج كل ده اصلا ولا هنحتاج اسعار كل ده، احنا مش هنعمل حاجه خالص. هنخش على ادفاونت من هنا. طبعا انت لو ما كنتش عامل حساب هتعمل حساب جديد عادي جدا. تمام، هتدوس على باي يو اس دي من هنا اهي. تمام، هتبدا تختار انت عايز تشتري ايه. تمام، احنا طبعا مش هنشتري بيتكوين، هنشتري يو اس دي عادي، يو اس دي تي اهو. تمام، هتختار الماونت، يعني انت مثلا هتشتري حاجه ب 10 دولار. انا بفضل ان انت تسيب فلوس في الكارت، يعني عشان لو احتجت اي حاجه ان انت تشتريها على طول يبقى في فلوس في الكارت، عشان زي ما احنا قلنا باينانس بيعلق الفلوس اللي انت بتشتريها بالاول 24 ساعه. يعني ايه بشتري فلوس؟ يعني انا دلوقتي بخش على باينانس بشتري دولار بالجنيه بتاعي، فبيبدا يعلق 24 ساعه مصداقيه مش اكتر. تمام، هتختار هنا التوتال اللي انت محتاجه، خلينا نقول مثلا 10 دولار سلكت بايمنت. تمام، هتبدا يقول لك هتشتري ال 10 دولار منين. طبعا في مصاريف سحب، يعني هنا بيرفكت ماني هيديهم لك 9 دولار 65 سنت، فانت طبعا بتبدا تختار الاقل اللي عليها رسوم. تمام، هنا هختار الفيزا عادي جدا اهو وهدوس كونفيرم. تمام، هيقول لك ان الليميت تو ريتش اقل حاجه 15 دولار، طيب خلينا نقول 15 دولار. تمام، وهتبدا تدخل بيانات الكارت عادي جدا. تمام، بعد ما تدخل بيانات الكارت هتبدا تدوس كونفيرم من هنا، هيبدا اوريدي يعمل ايداع طبعا وهيبدا يتحرك عادي جدا. كده عرفنا ازاي هنعمل ايداع من باينانس. تاني حاجه محتاجينها ان احنا نخش على ابلكيشن ريدوت باي. تمام، ونحول الفلوس من باينانس لريدوت. طبعا واجهه سيمبل برده. طبعا هنا انا معايا التوتال بالانس اللي معايا انا سايب في الكارت 15 دولار و95 سنت. تمام، انت طبعا سيب الرقم اللي انت عايزه. تمام، هتبدا ده طبعا الكارت اللي انا عامله اوريدي، طبعا ده رقم الكارت طبعا، وهنا طبعا المعاملات اللي تبعي. تمام، فانت اول حاجه هتعملها ان انت هتخش على الوالت، هتدوس على ديبوزيت من هنا اهو. تمام، هيقول لك انت عايز تودي ايه. طبعا احنا عاملين ايداع الناحيه الثانيه باليو اس دي تي، هتبدا تختار يو اس دي تي. هيبدا يقول لك انت عايز تعمل ايداع على انهي نتورك، تبدا تختار اقل نتورك عليها رسوم اللي هي بي ان بي سمارت تشين اللي هي ثاني واحده دي، هتبدا تختارها. هيبدا يديك عنوان تحول عليه. طيب انا هحاول عليه ازاي؟ هبدا اخد كوبي للعنوان ده اللي هو هنا اهو. تمام، خدت كوبي، هبدا ارجع اخش على ابلكيشن باينانس. تمام، خلينا نرجع. تمام، هيبدا يقول لك ان انت عندك هنا خلينا نخش على حسابي اهو. تمام، ديبوزيت اهو، طبعا هو بيقول لك باي كريبتو. هتبدا تخش على، هتلاقي هنا في التوتال ويزدرو. تمام، انا دلوقتي الفكره كلها ان انا معيش فلوس، فاول ما تبقى عندك هنا فلوس هيبقى هنا في اوبشن ان انت تعمل ويزدرو. اول ما تخش على ويزدرو هيقول لك دخل العنوان اللي انت عايز تحوله عليه. هتبدا تاخد العنوان اللي انا خدته كوبي من الناحيه الثانيه، هتبدا تعمله باست بس مش اكتر، وتدوس كونفيرم. تمام، اول ما تدوس كونفيرم في خلال دقيقه واحده بالظبط هيبدا الفلوس تلاقيها هنا في الابلكيشن بتاع ريدوت باي. تمام، كده احنا عرفنا هنوصل الفلوس من باينانس ازاي للابلكيشن بتاع ريدوت باي.
تاني خطوه بقى ان احنا نعمل الكارت في الابلكيشن بتاع ريدوت باي، الكارت اوريدي الفيزا اللي احنا هندفع بيها. تمام، او هتخش على الكارت، انا اوريدي عامل كارت اهو، خلينا ندوس نيو. اول ما ندوس نيو، هو طبعا سعر الكارت اللي هو الفيرتيكال اللي هو الاونلاين اللي انت مش هتاخده في ايدك $10. تمام، هو الابلكيشن بيديك $5 في الاول، فبالتالي هيكون تكلفه الكارت $5 اصلا. اول ما ندوس عليه اهو بيقول لك تكلفه الكارت $10، هتدوس ابلاي. اول ما هتدوس ابلاي هيبدا يقول لك ان الكارت اوردر اهو، بيقول لك ان لو معاك برومو كود، طبعا انا هسيب لكم برومو كود في الديسكريبشن بتاع الفيديو، هيديك خصم كمان فوق $5 بتوع الكارت. تمام، هنا طبعا هتبدا تحط الادرس بتاعك، طبعا هيقول لك ان الفيز بتاع الكارت سعره $10، طبعا انت ما عندكش ديسكاونت فهيكون سعره $10. هتدوس باي، هيبدا يديك كارت زي الكارت اللي معايا هنا اهو. تمام، الكارت طبعا الليميت بتاعه 100,000، فده رقم كويس جدا اهو، فاكيد طبعا محدش فينا هيشتري حاجه ب $100,000 اونلاين. تمام، واول ما تدوس هنا طبعا هيبدا يظهر لك ال 14 رقم بتاع الكارت. اول ما تدوس هنا هيبدا يوريك تاريخ الانتهاء بتاع الكارت والسي في في رمز الامان بتاع الكارت، اللي هم الثلاث ارقام اللي انت بتدخلهم وانت بتشتري اي حاجه. وطبعا تقدر تشتري بيه الكارت شغال عادي جدا طبيعي من غير اي مشاكل. كل المواقع بتدعمه تقريبا، فمش هتواجه فيه اي مشاكل. طبعا بعد ما عرفنا ازاي هنعمل ايداع من تطبيق باينانس ونحول الفلوس لابلكيشن ريد دوت باي، هنا بقى عايز اقول لكم كام نقطه بسيطه جدا لازم تعرفها. ابلكيشن باينانس بيعلق الفلوس 24 ساعه يعني تقريبا يوم، فانت لو عايز تشتري حاجه بسرعه ريت يعني تكون سايب فلوس اصلا في الكارت بتاعك، دي حاجه. تاني حاجه الليمت كبير جدا، بيوصل لحد $100,000، فده رقم كويس جدا جدا لو انت عايز تشتري حاجه كبيره شويتين. ده اللي هيودينا للفيديو اللي جاي اللي القناة، اللي هو هعلمكم ازاي نشتري من علي اكسبريس لحد مصر والدفع وكل الطرق دي كلها، بس الاول لازم نحل مشكلة الدفع بتاعتك. كده يبقى فيديو النهارده خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك سبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله. سلام.